وزي ما بتتابعوا معانا دايما مهرجان العالمين مش بيهتم فقط بالفعاليات الفنيه ولا الترفيهيه، لكن كمان الفعاليات الرياضيه. حتى الرياضات الجديده اللي يمكن مستحدثه علينا موجوده هنا في مهرجان العالمين، ومنها رياضه البنت بول. تفاصيل اكتر عنها وايه ازاي بتتلعب والمشاركين فيها كمان ونسبه الاقبال عليها قد ايه. بيسعدنا يكون معانا ومنورنا الاستاذ عمر المختار، المدير او الرئيس التنفيذي لشركه كود بنت بول، احد المشاركين في انشطه مهرجان العالمين. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك، منورنا بصباح الخير يا مؤثر من العالمين. بنور حضرتك. عارفين، عايزين نعرف في البدايه كده من حضرتك فكره عمل او لعبه البنت بول وازاي هي المحاكاه بتاعتها، ويعني تفاصيل اكتر عليها. اكيد طبعا، يعني كلنا لاحظنا في الاونه الاخيره انتشار الالعاب الجيمنج زي العاب الكترونيه متطوره جدا زي بابجي وفورتنايت وكل الالعاب دي. احنا حولناها من ان هي حاجات العاب الكترونيه عن طريق الموبايل وبلاي ستيشن ليه على الارض الواقع، عن طريق ان احنا عملنا محاكاه للديزاين للملعب واللي جواه زي سواتر مستوحاة من أيام الحرب العالمية الزمان اللي حصلت هنا بدورها لمدينة العالمين. كانت مدينة ألغام تحولت إلى واجهة سياحية رائدة يعني. صحيح. وبالتالي احنا عملنا الديكوريشنز والديزاين أيام الحرب العالمية على أرض الواقع، بحيث ان هو المتباري يخش في المود بتاع الاكشنز. هو الفريق بيتكون من كام لاعب؟ الفريق بيتكون من حوالي مثلا 10 افراد بتقسموا فرقتين، 5 افراد ضد 5 افراد. وكل فرد بيبقى معاه زي لبس ومعدات وزنها حوالي 6 كيلو. yeah. بالظبط. عشان دي بتتكون من فيست وماسك وأبرول حربي زائد جلافزات زائد ماركر أو سلاح 6 كيلو. السلاح ده بيكون فيه بنت فيه ألوان هي بتستخدمها للتحقيق. السلاح عبارة عن فيه زي بنت فيه بشغل ضغط هواء فقط، وهي بتكون آمنة جدا جدا جدا، مش مؤلمة. لا لا لا، مش مؤلمة لا. طيب هي بالنسبة للناس هنا في العالمين نسبة الإقبال عليها قد إيه، ومشاركة الناس فيها كمان إزاي؟ الإقبال بدأ يتزايد من إعلان موسم العالمين والعالم عالمين، وبالتالي هي رياضة تعتبر لسه في الجديدة وهي في طريقة إن هي تنتشر أو تتعرف، بسبب ان هي بترش الاكشنز والادرينالين بنحس باللاعب او الجسم كده بحس باحساس مختلف خالص. يعني بنعيش حاله حرب. بالظبط، بنعيشه في حاله حرب، والاكشنز اللي بيلاقيها واللي احسن من الالعاب الالكترونيه، وبالتالي هي بتكون رياضه اكتر وبتنمي مهارات كتيره جدا. هل شفتوا او فكرتوا ان انت تعملوها في ملعب بالشكل ده، علشان برضو نخليها كرياضه بتمارس حركه وبتقوم بالحركه وبالرياضه وبانشطه معينه، بعيدا عن ان الاطفال او الكبار قاعدين بيلعبوها اون بلاي ستيشن على طول بجيمنج، يعني هو قاعد مكانه وبيلعب الفورتنايت او البابجي دي؟ اكيد طبعا، احنا عاملينها بمسافات ومساحات معينه، بحيث ان المتباري يقدر يقوم ويجري ويستخبى ويحاول ان هو يضرب على خصمه، وبالتالي ده كله بيبقى فيه بينمي روح الفريق، التيم بيلدينج اكتيفيتي، وبينمي الكوميونيكيشن سكيلز او التواصل ما بين الفرق وبين الافراد. هما بيتواصلوا مع بعض ازاي وهما بيلعبوا؟ بيتواصلوا عن طريق ما هما بيكونوا جنب بعض، بيتواصلوا عادي عن طريق تنظيم خطه، وضع خطه ازاي هما يتقدموا او يتاخروا، بحيث ان هو الفريق كله يكون متفق على خطه استراتيجيه. لو في حد ما عمره ما لعب البابجي ولا الفورتنايت وجاي عايز يلعب في بنت بول، بتتعاملوا معاه ازاي؟ هل بتشرحوا له اللعبه ولا يعني بيبقى هو معاه فريق بقى متكامل؟ لا تمام، هو بعد ما بنستقبل الجست سواء كان 10 بنجهزهم باللبس والمعدات، بتجهزوا في حدود 10 دقائق، وبعد كده بيكون معاهم حكمين
بيدي لهم خطة ازاي اللعب ماشية ازاي والقوانين والانستراكشنز ازاي يتعامل وازاي الخطة ازاي او الميشنز اللي هو بيدخل فيها ايه الحاجات اللي ممنوع يعملها. يعني احنا عندنا من ضمن القوانين الصارمة ان محدش يقلع الماسك خالص جوه عشان احنا عندنا السيفتي كام فيرست، معدات الامان عندنا عاليه جدا وبنهتم بيها وبنهتم ان هم يطلعوا من الجيمنج مبسوطين وسعداء. صحيح. وبالتالي بيخشوا يتقسموا فرقتين تحت اشراف حكم وبيلعبوا، وبالتالي بقى الحكم هو اللي بيقرر في الاخر مين اللي جاب نقاط اكتر بحيث ان هو الفريق الفايز. يعني دي المشاركة الأولى ليكوا في مهرجان العالمين السنة دي في نسخته الثانية. هي دي الحقيقة 2024 شركة كود من 2008 رائدة في الأعمال رياضة البينت بول وأكتيفيتي تانية. دي أول سنة لينا يكون في بينت بول كرياضة جديدة دخلت في مجال الاسبورت اريا الجديدة اللي في المهرجان، ودي حاجة احنا بصراحة يشرفنا ان احنا شركة كود بينت بول هي اللي تمثل رياضة البينت بول اول مرة في على شط العالمين في المنطقة الترفيهية. هل ليكوا مشاريع او افكار تانية ممكن تقدموها هنا في مهرجان العالمين؟ المشاريع هنا ان احنا بنوصل المحاكاة والرياضة دي ان هي كهيستوري، اما يجي يخش جوه المتبرج يجي يخش جوه الملعب بينت بول يلاقي الهيستوري بتاعت مدينة العالمين بالديكوريشنز اللي معمولة فعلا فيها، بلس ان هم بيلعبوا رياضة والناس تيجي هنا تتفرج على الصرح الكبير اللي احنا فيه وسط ابراج العالمين، منظر جميل على احسن مياه في البحر المتوسط كله، والاجواء معتدلة حتى احنا في الصيف زي ما انتم شايفين كده الهواء عامل ازاي ما شاء الله. فعلا جو جميل. فكلوكيشن للمكان ورياضة فده لوحدها بينمي مهارات الانسان وان هو بيدينا طاقة ايجابية. طاقة ايجابية فعلا عشان هي دي رياضة بتودي الاسترس فبالتالي بتزود الطاقة الايجابية. طيب الاعمار اللي ممكن تشارك في لعبة زي دي، حضرتك تقول ان يعني الامان موجود السيفتي موجود جدا بشكل كبير، الاعمار اللي ممكن تبدأ تشارك فيها في لعبة بينت بول؟ لعبة البينت بول عشان فيها يعني رياضة مختلفة شوية، فشركة كود بينت بول هي حاطة زي معايير يلبسوها زي اللبس والمعدات الفيس الافارول الماسك والسلاح اللي وزنه 6 كيلو ده كله بيبقى حمل، فبالتالي انسب عمر بداية من 8 سنين او 9 سنين يقدروا يستمتعوا بالرياضة ديت يعني وما فوق. يعني افريج الناس المهتمة بلعبة البينت بول ديت واخدة كل الفئات العمرية. بس انا عايز اقول لك اولادنا كلهم بيلعبوا الفورتنايت والبابجي على البلاي ستيشن من هم 8 سنين، فلما يلعبها على الحقيقه في ملعب دي طبعا مختلفه جدا، هتكون مختلفه جدا، ولو جربها مره مش هيجي جنب الالعاب الالكترونيه تاني عشان دي هيلاقي فعلا محاكاه. ايه المهارات اللي ممكن يكتسبها من لعبه في على الحقيقه في الملعب؟ مبدئيا المهارات البدنيه ان هو بيكون فيها محتاجة رشاقة وفتنس شوية عشان دي فيها ان انت جامبينج اند هايدنج وراننج وبتجري وبتستخبى يعني دي كده ما اكتسبناش احنا. لا تكتسب لكل فئات طبعا، احنا توجهنا رياضي، فدي المهارات البدنية ان هو فعلا بيعمل جهد وبيشتغل على حرق الدهون وايه لعبة فيها ستريس عشان فيها زي سنة خوف شويه فده بيعلي الادرينالين. اما الناحيه الغير بدنيه روح الفريق روح الفريق الاستراتيجيه بيعلي المهارات الذهنيه عامله زي الشطرنج، فلازم تفكر وتحسب ذكاء وتركيز في خطواتك الجايه هتكون في انهي مكان يعني بالظبط. طيب يعني احنا طبعا يعني هل قمتوا بعمل كم مباراه لحد دلوقتي؟ يعني احنا كل ما بيجي لنا فريق او جروب بيخشوا لازم يكونوا مكونين من 10، مش شرط 10 على حسب اي عدد بقى، بل المهم ان هو يكون عدد يتقسموا بالمنتصف بالظبط. بالظبط سواء 8 بيبقى 4 ضد 4، لو 10 5 ضد 5 كده يعني.
شايفه؟ انا شايفه ان الفكره عامه بشكل عام هي فكره مميزه جدا. انا العاب بلعبها على البلاي ستيشن وانا قاعد مكاني ما بتحركش، ان انا احولها في ملعب مفتوح زي ما بتقول بتاعي الادرينالين، بتدينا طاقه ايجابيه كمان، فيها ذكاء وتركيز، فبتفصلك بشكل كبير عن الاجواء اللي حواليك. دي الفكره اللي كنتوا عايزين توصلوها اساسا من لعبه البين فول، صح؟ اكيد طبعا، هي دي الفكره، ان احنا بنعلي المهارات، روح الفريق والمهارات البدنيه، عشان كمان يعني من ضمن الجست بتوعنا الشركات، عشان هي عايزين يوطدوا علاقات ما بين الموظفين، فبالتالي يعني كمان بقت شركات بتلعبها مع بعض، عشان دي فيها رساله زي ما حضرتك قلت كده، ان دي رساله. لا انا عارف، عايزه اساطير كره القدم يلعبوها مع بعض زي الماتش اللي لعبوه كده. بالظبط، بالظبط، هو فعلا. فدي اكتر الناس بيحبوا يلعبوا الشركات والجامعات والمدارس، عشان بيوطدوا العلاقه ما بين الفريق، والناس بتعرف بعض اكتر، وبتكون هي رياضه وحاجه بيستمتعوا بيها. يعني انت شجعتني انا نفسي اجي العب اللعبه دي. اكيد طبعا، تنورونا. انا انصح اي حد اللي ما جربش رياضه البينت بول هيفوتوا كتير جدا، يعني لا هو لا لازم يستمتع بيها، لازم اجربها. بالظبط. بالفعل طبعا زي ما شفنا مع حضراتكم او تابعنا، ان احنا في مهرجان العالمين بنحاول نتابع كل الفعاليات الرياضيه الموجوده وكمان المستحدثه، يمكن زي ما بنتكلم في العاب كتيره زي البادل، البينت بول، دي حاجات ما كانتش موجوده في الرياضات بتاعتنا ايام زمان واحنا صغيرين، فدلوقتي خلاص هي مناسبه لكل الاعمار لان نسبه الامان فيها عاليه جدا، يمكن ممكن امنه، وكمان بتساعد الاولاد على انهم يلعبوا بشكل افضل ويقضوا اوقات ممتعه في مهرجان العالمين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا عمر المختار الرئيس التنفيذي لشركه كود بينت بول، احد المشاركين في انشطه مهرجان العالمين الجديده، نورتنا في صباح الخير يا مصر. متشكر جدا وبشكركم جزيل الشكر. شكرا.